تكون ما اقتنعت بفكرة أن المشروبات الغازية مضرة، لكن تدري وش يصير بجسمك لما تشرب مشروب غازي؟ على اسمه يغذو جسمك. في البداية مهم نعرف أنها ما تملك أي قيمة غذائية، وتحتوي على مواد حافظة ومكملات صناعية والكثير الكثير الكثير من السكر الضار والمخل بالتوازن الغذائي. بعد شربها بعشرين دقيقة نسبة السكر العالية تجهد البنكرياس وتخليه يفرز الكثير من الأنسولين، وبعد 30 دقيقة تتحول السكريات إلى دهون مخزنة، وبكذا راح يزيد الوزن ويصبح الجسم عرضة لداء السكري. وهذا ما يقل خطر عن الكافيين اللي يرفع ضغط الدم بعد 45 دقيقة، ومع الزمن بتجيب للي يشربها الضغط كمرض مزمن.